السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في القناة ديال ماروكن فاميلي ان سويدن. هذا واحد الفيديو ديال واحد الخرجة، خرجنا نتمشاو شي شوية. فكما تشاهدوا في هذا الفيديو، فهاد البناية اللي حدانا اللي كتشوفوا هي البناية اللي باش كيسخنوا الماء وكيصيفطوا الماء سخون للديور. هنا في المنطقة اللي حنا فيها أو في السويد عامة ما عندناش سخاخن ديال الماء، فاش كتسكن في الديور ديال الكرا و هادي، فالماء تيجي سخون ديريكت للدار. يعني عاطلق سميتو كاين الماء سخون عندك في الدار. فهادي هي البناية اللي كيما كتشوفو تيعتمدو هنا في هاد المنطقة، خاصة تيعتمدو على الخشب النجارة. يعني المنطقة غنية بالغابات، تيجيبوا النجارة والخشب وتيشعلوا به العافية. هذا اللي كتشوفوا دابا فهو بحر مجمد، نظرا لدرجة الحرارة اللي ناقصة بزاف. فكنت درت لكم واحد الفيديو سابق، الى شفتوا فالناس كتمشي فوق منه، كيطلعوا فوق منه كيصيدوا، يعني لان كتوصل السمكه، فاش كتوصل السمكه ديال الثلج اكثر من 25 سنتيم ممكن تمشي فوق منه. هذه هي البنايه كما كتشوفوا كاينه في كل منطقه. هنا هاد الفريخات هادو، هاد الوزات، مع كاين الماء سخون تيخرج من الشركه. لقاو واحد البلاصه هنا سخونه، ذوبت لهم الثلج، جالسين تا هما تيسخنوا مع ريوسهم. هانتوما كما كتشوفوا الماء سخون خارج من زيت الشركة، فهو اللي كيذوب داك الثلج وخلى واحد البلاصة صغيرة تيعوموا فيها الفراخ. انا تنحاول انني دورت الفيديو لهاد الجهه، لان كاينين الناس بزاف اللي كيمشيو كيتمشاو في هاد المنطقه، تيديروا الرياضه مع نظرا للخصوصيه، ما كتبغيش تصور بنادم، ما خاصنا مشاكل. وهاد المنطقة رغم أن فاش يكون الثلج فهما ديما تيحاولو ينقيوها يقادوها، باش لأن الناس بزاف كتحرك كتمشى، تيقوليك خص الواحد يمشي على الأقل واحد ساعة في النهار. الناس كبار وصغار كلشي كيتمشى في هاد المنطقة. غادي نجيبوكم إن شاء الله في الربيع لهاد المنطقة، تعاودو تشوفوها كي دايره في ايام الربيع. دابا راه شهر ثلاثة، هذا الاخر ديال شهر ثلاثة، كما كتشوفوا الثلج مازال الحرارة منخفضة. هذه واحد البلاصة دايرينها اللي بغى يشوي، دايرين الخلاصة ثم كما كتشوفوا. فهادو افكار، يعني علاش لا، احنا في بلادنا ما نديروش بحال هكا، علاش؟ شنو المشكل؟ اشياء بسيطة ممكن انك تقد بها واحد المكان اللي يجلس فيه الواحد، يجي هو وليداته، يقدر يشوي، يقدر يجلس ياكل حدا البحر او في الجبل او في اي مكان. الله يهدينا وصاف. كما كتشوفوا ممكن شي حاجة كثيرة، الكاياس والحجر، شوية ديال القدرون والكراسة، كراسة مصاوبين بطريقة بسيطة للغاية، ماشي شي حاجة كبيرة.
ونخليكم على خير، ما تنساوش ديروا جيم والمشاركة في القناة، ونشوفكم في ساعة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.